شهد معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم ختام التمرين المشترك حمد 2 الذي نفذته قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة. فلدى وصول معاليه إلى سلاح البحرية الملكية البحريني كان في استقبال معاليه اللواء الركن بحري الشيخ خليفة بن عبد الله الخليفة قائد سلاح البحرية الملكية البحريني واللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية بالقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين ورؤساء الوفود المشاركة في التمرين. بعدها قام معاليه بتفقد السفن والقوات المشاركة في التمرين حيث استمع معاليه إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين المختلفة ونوه معالي القائد العام بالمستويات الطيبة التي ظهرت خلال تطبيق فعاليات التمرين المشترك حمد 2 الأمر الذي ستكون محصلته تحقيق أقصى درجات الاستفادة بفتح آفاق مختلفة للنهل من تجارب الأشقاء في أساليب الحرب وفنون القتال لإثراء الخبرات وصقلها وتطويرها ولبناء قوة ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناطة به بكل جدارة واقتدار. وأشار معاليه إلى أهمية هذا التمرين المشترك في رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات في كافة مجالات العمليات القتالية ورفع درجة الاستعداد القتالي لمواجهة التهديدات المختلفة في ميادين القتال. وأعرب معاليه عن اعتزازه لما لمسه من روح التعاون والعمل المشترك بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة المصرية المشاركة في التمرين والذي ظهر جليا خلال تنفيذ مختلف مراحل التمرين بشقيه البحري والجوي. وأوضح معاليه أن قوة دفاع البحرين تحرص دائما على رفع المستوى القيادي والقتالي لكافة منتسبيها وتدريبهم التدريب الأمثل، مضيفا معاليه أن قوة الدفاع تولي التمارين العسكرية المشتركة مع الأشقاء أهمية خاصة.